حياك الله دكتور نزيه. التصريحات التي يعني صدرت عن حسن نصر الله جاءت بعد أيام من لقائه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين أمير عبد اللهيان، هل من دلالات لهذه النقطة بالذات؟ طبعا أستاذي الكريم، يعني نحن تعودنا على الساحة اللبنانية أنه بعد كل زيارة يقوم بها مسؤول إيراني ينبت أو تنبت مواقف تصعيدية تجاه هذا الطرف العربي أو ذاك. لا شك في أن يعني فعلا كما يقال مضحك مبكي. يعني أنا أتفاجأ بأن يتم تقييم الوضع الاقتصادي في مصر وفي الخليج والمطالبة ويعطي النصائح، في حين أن البلد الذي ساهم هو في انهياره وهو لبنان، كنت أتمنى أن يقدم النصح لكيفية الخروج من الحالة البائسة التي يمر بها لبنان، ووصوله كما وعدنا رئيس الجمهورية إلى جهنم، لأن جزء كبير من المصائب المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان سببه الاقتصاد الموازي الذي نظمه حزب الله من تهريب وتدمير للمعابر وهيمنته على جميع المعابر البحرية والجوية والبرية، وهذا ما أحد الأسباب الأساسية وعدم دفع الضرائب المستحقة خاصة من قبل بيئته المغطاة والمحمية بسلاحه. فهذه عوامل أساسية في انهيار الوضع، لذلك يعني مضحك مبكي ما نسمعه، ثم يطالب، فهو يشتم قيام صباحا ومساء الدول الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي، ويطالبها بأنه يعني يتحدث عن 100 مليار أو 200 مليار دولار دعما للبنان في الوقت الذي منصاته الإعلامية لا تترك شرا إلا وتبثه تجاه هذه الدول.